السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. ناس كتير بتشتكي من ضياع وقتها بدون أي فايدة وعدم قدرتهم على إنجاز الأعمال اللي مطلوبة منهم في فترة محددة أو في الوقت المناسب. هنلاقي ناس كتير كمان بتشتكي من العصبية الزيادة وعدم القدرة على التركيز. كل الكلام ده أكيد لأسباب كتير، لكن من أهم الأسباب اللي بتخلي الشخص بيعاني من العصبية وعدم القدرة على إنجاز أعماله اللي مطلوبة منه هي عدم النظام. تخيل لو أنت شخص منظم، هتقدر تنجز الأعمال اللي مطلوبة منك في الوقت المحدد أو في الوقت المناسب ليها. ده اللي هيخلي نسبة التوتر والقلق عندك ما تبقى زايدة قوي زيادة عن اللزوم، سبب عدم إنجازك المهام المطلوبة منك، أو شعورك بالتشتت وعدم القدرة على التنظيم، إنك ماشي بشكل عشوائي وشكل فوضوي. في الفيديو ده هقدم بعض الطرق أو الخطوات اللي هتساعد أي شخص إنه يكون منظم أكتر في حياته. أول خطوة عشان تقدر تنظم حياتك إنك تنظم عقلك وأفكارك. عقل الإنسان هو أساس كل نجاحاته وكل تطوره وتقدمه في الحياة، إن ببساطة هو اللي بيخطط كل حاجة هتعملها في حياتك. فلو كان عقلك منظم، حياتك هتكون منظمة. فكل إنسان محتاج إنه يرتب أفكاره ويصنفها لأفكار مفيدة ومنتجة وأفكار غير مفيدة وغير منتجة، وتبدأ تشوف الأفكار اللي بتشتت تفكيرك وبتخليك مش منظم في حياتك ومشتت ودايما في فوضوية في حياتك، والأفكار التانية المهمة اللي بتقدمك وبتدفعك إنك دايما تكون أفضل. فأنت بتبدأ تنظم عقلك، تنظم الأفكار المنتجة، تنظم أهدافك في الحياة، نظم عقلك بشكل كامل. كمان لازم تفرق بين القرارات السريعة اللي محتاجة قرار سريع والقرارات التانية اللي ممكن تأجلها في الوقت الحالي عشان تعمل حاجة أهم. بعد ما تقعد مع نفسك وتنظم عقلك وأفكارك، انت من نفسك هتلاقيك توصلت للأفكار الغير مهمة اللي هي بتعطلك وبين الأفكار التانية المهمة اللي محتاجة تتنفذ في الوقت الحالي. الخطوة التانية، اكتب كل أفكارك والمهام اللي مطلوبة منك في ورقة، كل حاجة المفروض تعملها في يومك والخطط بتاعتك المستقبلية، سجل كل حاجة في عقلك في ورقة. الطريقة دي هتفيدك لأكتر من سبب. أول حاجة هتفتكر الحاجات اللي مطلوبة منك، وهتفتكر الأفكار اللي دايرة في عقلك وانت بتنساها احيانا، والمهام المهمة اللي انت برضو احيانا بتنساها في وسط كل الافكار اللي بتشتتك. تاني حاجة، الطريقة دي انت هتهدي عقلك شوية لانك خرجت كل الافكار اللي جواه، فهتبدأ تكون هادي اكتر. اللحظة دي هتقدر تفرق فعلا بشكل واقعي بين الحاجة المهمة اللي لازم تعملها دلوقتي وبين الحاجة اللي هتأجلها شوية. لما تيجي تعمل حاجة في الوقت الحالي مش هتكون مشتت، وهتكون مثلا بتفكر في حاجة تانية المفروض تعملها، لانك هتكون خرجت كل اللي في دماغك، عددت اولوياتك، قدرت ترتب عقلك وترتب افكارك. تالت خطوة عشان تقدر تكون شخص منظم، حاول تتخلى عن الكسل من حياتك نهائي. اكتر المشاكل اللي بتواجهنا عدم النظام اللي موجود في حياتنا هو الكسل. كسل مثلا ترجع حاجة استخدمتها لمكانها، او بعد ما ترجع من الشغل او جامعتك او ايا كان المكان اللي انت كنت فيه، ترمي اللبس بتاعك في اي مكان، فتيجي تاني يوم تلاقي الدنيا قدامك مش منظمة وانت مش عارف تعمل ايه ولا ايه. لكن لو استخدمت كل حاجة ورجعتها مكانها وبدأت تنفذ المهام اللي مطلوبة منك في وقتها من غير ما تأجل أو تسوف لوقت تاني، الطريقة دي هتتخلص من عدم النظام بطريقة أسرع. الطريقة دي كمان هتساعدك تكون هادي أكتر، لأنك لما تنفذ كل مهمة في وقتها مش هتكون قلقان إنك ما عملتش الحاجة اللي مطلوبة منك. نفس الوقت ده هيشجعك تنفذ المهمة التانية اللي مطلوبة منك. رابع خطوة، حاول تحدد مكان لكل حاجة تخصك، يعني الكتب بتاعتك يكون ليها مكان، الملابس يكون ليها مكان، والأوراق المهمة يكون ليها مكان، كل حاجة تخصك يكون ليها مكان واضح وانت عارفه كويس. بدل ما تفضل تدور على الحاجة وما تعرفش مكانها، هتبقى عارف مكانها وتروح تجيبها على طول وتنفذ الحاجة من غير ما تشتت نفسك وما تعملش الحاجة في وقتها. خامس خطوة، ودي حاجة مهمة جدا، انك توضح لنفسك العواقب اللي هتعود عليك لو انت ما نظمتش حياتك ونظمت أفكارك ونظمت يومك بشكل عام. إنسان غالبا بيعيش فوضى وعدم نظام بسبب الاستسهال. انت بتستسهل انك ما تعملش الحاجة دي وبتوهم نفسك انك هتعملها في وقت تاني، لكن لو حطيت قدام عينك دايما ان الحاجة دي لو ما تعملتش في وقتها هيكون لها عواقب كبيرة عليك، هتخليك تتشتت اكتر وهتخليك حاسس بالتوتر والقلق انك ما نفذتش الحاجة اللي مطلوبة منك، هيخليك تنفذها في وقتها. لان طبعا مش سهل خالص انك تتحول فجأة كده من شخص عشوائي وفوضوي لشخص منظم. اخر خطوة هتساعدك في تنظيم حياتك هي انك تخلي النظام روتين في حياتك. طبعا التعود على شيء ممكن جدا يكون حاجة صعبة في البداية بالاخص،
لو كل يوم خصصت 5 دقايق ترتب فيهم حاجة معينة، سواء مكتبك أو ملابسك أو أي حاجة تخصك، ده هيكون جزء من يومك. بتبدأ تعود نفسك على حاجة أنت ما كنتش بتعملها قبل كده. مع الوقت التنظيم هيكون عادة في حياتك. لما تلاقي النتائج الإيجابية اللي بتعود عليك من التنظيم هيبدأ يكون عادة في حياتك، هيكون النظام روتين في حياتك.